حق الرد. كنا تحدثنا عن رفض الكابتن محمود الخطيب التصالح مع كابتن مصطفى يونس كابتن النادي الأهلي الأسبق، بناء على كلام من أو محاولات من لاعبي النادي الأهلي القدامى زي كابتن إكرامي، زي كابتن مختار، زي كابتن شريف عبد المنعم. وقلنا ان الكابتن محمود الخطيب رفض وقال ان حتى لو علشان العيش والملح ان سبق ليه مد ايده للكابتن مصطفى يونس رغم تصريحاته القاسيه ناحيته، والكابتن مصطفى يونس لم يراعي العيش والملح. دي المعلومه اللي جت لنا، لذا وجب منح حق الرد للكابتن مصطفى يونس اللي قال لي لا انا ما حاولتش وانا ما ساعدتش للتصالح مع الكابتن محمود الخطيب، بل ربما يكون الأمر العكس. وقال إن الخطيب حبيبي وعشرة عمري وعشرة أكتر من نص قرن في النادي الأهلي، وهو بالنسبة ليا ولعيلتي، يعني هو وصف كده إن بعد الخطيب في الأرض. قال ولكن هو يرى إن الكابتن محمود الخطيب لا يصلح لرئاسة النادي الأهلي، وهو من حقه إنه ينتقد، وهو ابن شرعي للنادي الأهلي وواحد من كباتن النادي الأهلي، فمش سباب ولا سبة ولا شتيمة إنه يقول إن الخطيب لا يصلح لإدارة النادي الأهلي. وقال لك أنا مش واحد جاي من الشارع أو واحد نازل بالباراشوت على النادي الأهلي عشان يقول كده، ده أنا بقول لك الخطيب ده أغلى حاجة عندي، ولكن أنا بنتقده من النواحي الإدارية والقرارات زي التعاقدات، زي فترة من الفترات اللي مر بيها النادي الأهلي، لذا كان لازم أنقل لكم الصورة. الخبر اللي كان جاي لي إن قدامى النادي الأهلي عايزين يصفوا الأجواء في النادي الأهلي وما يبقاش فيه فرقة ولا خلافات بين أيا من الأشخاص أو أيا من أبناء النادي الأهلي. ونقلنا الأمر وقلنا إن الكابتن محمود الخطيب متحفظ على هذا الصلح. كلمني الكابتن مصطفى يونس وقال لي لا ما حصلش الأمر وأنا ما ساعدتش الأمر، بالعكس بقى، يعني بالعكس، فيما معناه إن الكابتن مصطفى يونس اللي رافض التصالح وقال إن موقفي محدد، وقال إن أنا اللي هفضل اعتذر له وهعتذر له مره واثنين وثلاثه، وحزين ان انا انتقدته او هاجمته، هو الكابتن حسن حمدي وليس محمود الخطيب، وليس الكابتن محمود الخطيب. وقال ان الامر ده ارسله للكابتن حسن حمدي، والكابتن حسن حمدي رفض، يعني قفل القصه تماما ورفض الرد ورفض الصلح مع الكابتن مصطفى يونس وزميل الملاعب في الفتره دي. ولكن قال لك انا ما ساعدتش الكابتن محمود الخطيب، بل لما بيكلمني وسطاء انا اللي بقول شكرا، مش عايز تصالح، ده حق الرد. خلوني اخد خبرين بشكل سريع قوي برضه.